مدحويني هوري سومالي شيخ شريف شيخ أحمد يا كسو دقي جرون كديارة جنرال محمد بشير جروي الكاسي وكسو دوي مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله الدني يقول حكومة بنتلان وفد الشيخ شريف الشيخ أحمد ويسوق جرح اللي ما لك ترسم برلمان كفترة الكي مسؤولين كله أي مركة جرو سو جرين وحاي كوير نستين أو كلن كل قاتين مدحوينها بنتلان يقولي حكومة دا هول كنا سشدة في إي بي دا جرونكا جروي كلن كاسي كده بيا لوسو قلبي جودها مقالة جروي عاصمة بنتلان هي هالك أي دقيلة هين مدحوينها بنتلان يوفودان إلى أي شلي سو جلي سي جروي واي كله جاميني انفرماتي الشيخ شريف احمد ايا ايغو كلما كو يلان دونا مقالدة قروة كواسو ايغو حالي دونان سيدي اي كوچو جين لهايين ترينك حسن شيخ او كو دونا ينو كو انسحيو وحكا بدل كالدستور كالدولادة فدرالك سوماليا كلما دان ايا مادح دا قروة كو يلان دونان ايا دادكو يسوي دين ايان ان اي هاكين دونان قرشا حسن شيخ اي انكلا محمد سعيد يوسف ساب تي في مقالدة قروة ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وقوشي وإيشا بلكتيدا إنتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقا حفيسكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121